نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناوليها، مشيرا إلى أن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بالسوق المصري. شدد المركز على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جودة عالية ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها. وأشار إلى أن تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي تتم بشكل دوري على جميع الصيدليات مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من سلامتها وحصولها على التراخيص اللازمة.